هي كاللوحة الفنية التي تسر الناظرين، عناصرها المرونة والرشاقة والحضور. هكذا يمكن وصف أداء بطلة الجمباز الإيقاعي المصرية حبيبة مرزوق. مشاهدتها تمنحك شعورا بالخفة وتقديرا كبيرا لقدرتها الرائعة على تطويع جسدها وحركاتها المدروسة. حبيبة مرزوق بطلة مصر في الجمباز الإيقاعي، نتعرف على تفاصيل أخرى من حياتها وإنجازاتها في بودكاست منصة التتويج. تابعونا على كافة منصات البودكاست.